يعني انا مش لازم اكل لحمه كل يوم، مش لازم اكل فراخ كل يوم، مش لازم اجيب سمك كل يوم. دي الحاجات الغاليه، عندك عدس، عندك دوت لواء كده. بدانا نقلل الكميات وفي حاجات بدانا نستغنى عنها، يعني مثلا اللحمه بدانا نستغنى عنها، السمك بقت كمياته قليله، الفراخ بقت كمياتها قليله، لكن طبعا حاجات اساسيه اللي هو الفطار مثلا غدا وعشاء، بدل ما كنا بنصرف مثلا سي مثلا 100 بقى نصرف 50. ما بيكفنيش والله، ما بيكفينا عشان الميه زادت والايجار زاد. يعني انا اغزف الفاكهه دي، الفاكهه عموما ما بتخشش عند البيت، الفاكهه عموما ما بتخش عند البيت خالص. دي حضرتك انا دلوقتي لما اجي اجيب كيلو تفاح ب 15 جنيه، لا انا عندي عيل في الجامعه ماشي بياخد 30 جنيه وهو ماشي، ما بيعملوش حاجه، بيدفع منهم 20 جنيه ولا فوق ال 20 جنيه مواصلات، وما بيعرفش حتى ياكل لقمه وهو هناك في الجامعه. لحمه ما بتجيش البيوت خلاص، فراخ ما بتجيش البيوت، لان احنا على المعاش، هنقبض ايه عشان ندفعه احنا؟ اذا كنا بنجيب علاجنا شكوك، علاجنا اللي احنا بنتعالج بيه عندي السكر وعندي حساسيه على صدري بجيبهم على حسابي، والله العظيم على حسابي، شكوك من الاجزخانه لغايه اخر الشهر ما اقبض اروح ادفعهم.